نسألوا فينا توا جوهرة تقول لي مجاهد المرة اللي فاتت 25 جويلة هذا كما صار 25 جويلة اللي كان الجمعة اللي فاتت ولا خذات تأشيرة القانونية كحزب سياسي في تونس. احنا نحكيو على الحراك اليوم حراك 25 جويلة اللي يدعو إلى إجراء تحوير وزاري جديد. ضيفنا في المباشر الأمين عام المساعد لحراك 25 جويلة سيد حسام بن أحمد وسيد نور. أهلا وسهلا ومرحبا نور. اهلا بيك واهلا بمستمعين الديوان. شكرا لفضلك. على الاسامي نتاعكم ياسر متقاربه حتى الناس تخيل تعمل شويه كونفيزيون بيناتكم معناتها بين المسار والحراك. هو حراك 25 جويليه مشروع اللي ماهوش حزب واللي يرفض الشكل الكلاسيكي للاحزاب ويقدم في روحه كاشخاص عندهم هاجس بالارتقاء التونسي مصاف الدول المقدمة واللي يحمل فكر إصلاحي هو في نفس الوقت نفس الفكر الإصلاحي اللي يحمله 25 جويلية القائم على محاربة كارتلات الفساد وإعادة بناء الدولة الحديثة. نجم نحكي أنه التنظيم سياسي بأسس جديدة أو بمفاهيم جديدة خارج نظام الأحزاب القديمة خارج الإطار الكلاسيكي المتعارف عليه الأحزاب. نحن ماناش حزب، نحن مجموعة من الأشخاص اللي ينصتوا بصفة قانونية أو رسمية من عنا من أكثر من سنتين تو. معناها كان عنا تحركات ومسيرات احتجاجيه ونحن وضعين وخرجنا مع الفكر نتاع رئيس قايد سعيد عندما اطلق مشروع 25 جويليه اللي حلمنا به الناس كلنا، حلمنا بتونس اخرى. ونحن نشوف فيه اللي عرفني صحيح حتى في اطار البناء صحيح بصعوبات على خاطر بناء الدوله واعاده صوره الدوله مش حاجه سهله على خاطر اللي صار في المرحله الاخيره خاصه في السنتين الاخيرتين من انتشار الفساد ومن انتشار الارهاب الحقيقي اللي هو الارهاب ضد الدوله ضد المواطن وضد قوت المواطن. معناها اذا كان ما صارش 25 جويليه كنا نجمو نقراو الفاتحه على الدوله بشكلها اللي تعرفوه طول على خاطر الفساد كان متغول ومازلنا لحد الان نعرفوا احنا وتعرفوا انتم نعرفوا الناس كل شكل معرفوا الفساد معرفوا. انتم تلاحظوا ان احنا قديش مره نحكيو في الندوات الصحفيه نتاعنا على ملفات فساد كيفاش انه تكون ملفات فساد حقيقيه على خاطر الهدف نتاعنا هو باش نوريو خوار وين وباش نعاونوا العباد اللي قاعده تصلح في البلاد على خاطر فعلا ثم عباد تحب تصلح في البلاد قاعدين نعاونوا فيهم باللي نجموا خاطر نحن اللي يجمعنا بهم هو حس المواطنه وحس ورغبتنا في الاصلاح. حبيت نقول لك مثلا اليوم في الندوه الصحفيه اللي حكينا عليها اش حكينا قلنا انه مثلا ان دعينا الى حل قلنا انه في تونس تم اكثر من 250 حزب 230 حزب معناها العدد تجاوز 200 العدد الحقيقي اللي ينشط ما ثماش اربع خمسه احزاب حقيقيه قاعده تنشط ما ثماش موازنات ماليه قاعده تقدم لرئاسه الحكومه تقارير ادبيه وماليه ما ثماش احترام القانون قانون الاحزاب والجمعيات. دعينا لرئاسه الحكومه الى انها تتحرك وتحين جدول الاحزاب اللي عندها والاحزاب اللي هيش قاعده تنشط حسب القانون يعني اما تحل نفسها او يقع حلها حسب القانون. علاش تقلق الاحزاب اليوم اذا الوجود نتاعها يقلق؟ فاش يقلق؟ فاش يقلق؟ انت تشوف بلاد فيها 250 حزب في اكثر من 12 في اقل من 12 مليون ساكن، انت وحدك تقول ما هذا العدد الرهيب واللي اصلا ماهوش قاعدين يوصلوا، علاش علاش معمولين وشنو الاهداف منهم وشنو الباتينجات اللي تحرك فيهم وعلاش هم ليهم ما سكرهمش ما لقريد هم مش قاعدين يوصلوا على ارض الواقع. برشا اسئله تطرح نفسها، خلي سلطه الاشراف تطرحها معنا وتزود على اجوبه الاسئله هذه. انتم عندكم بعض المعلومات معناتها الاحزاب هذه قاعده تعمل ولا ما عندكمش؟ نحن حاطين ايدينا على الداء وقلنا ها والداء وين وثم اجهزه مخول لها انها تفتح التحقيق ومخوله لها انها تعطي الراي العام. فاش قاعدين نحكيو نحن كما صار في الملفات اللي حكينا عليهم في ملفات الجوازات نتاع اصحاب توكيلات السيارات اللي تجاوبت معها رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه مشكورين على خاطر هذوكم يمسوا في جيب المواطن مباشره وملفات الفساد الاخرى اللي حكينا عليها الكل الهدف منها انه التونسي غدوه يلقى خير يلقى معنا ما يلقاش الصعوبات نتاع الخبز والحليب وغيرها وغيرها وغيرها. وحبينا في نطاق مطلبنا ايضا الشهاده العلميه والتثبت منها ولكن حكيت في ديوان فيم عندي جمعتين ولا ثلاثه وحكينا على بعض المحامين اللي يمارسوا في المهنه والاطباء وسمعنا انه عماده المحامين حالة التحقيق وقاعده
بعد معناها تدقق فيما تحدثنا فيه بجديه وستكشف نتائج تحقيقها، واللي انا عندي ثقه كبيره في هيئه المحامين انها باش تكون صادقه مع نفسها وتكشف نتائج التحقيق اللي عملته، وباش يعرف التوانسه انه ثم برشا خوار ممكن في المحاماه في برشا قطاعات. سي حسين الخوار والفساد، سامحني الفكره هذه قلت لك، ومن بين الخوار اللي حكينا عليه اليوم في الندوه الصحفيه اللي عملناها اليوم حكينا على مهنه الوسطاء الديوانيين، وقلنا انه راهو ثم خوار كبير وراهو ثم قانون اساسي ينظم المهنه هذه، المهنه اللي هي شريان اقتصادي للبلاد، معناها الوسطاء الديوانيين هذوما هم اللي يعملوا في الحسابات الماليه نتاع قداش باش تخلص انت الديوانه، قداش تخلص معناها الاداءات على الحاجه اللي انت مدخلها من برا. الوكلاء هذوما ثم شكون وكلاء معناها غير مرخصين ليهم قاعدين يكريوا في لينيات هذوما من عند اخرين مخاولين ليهم انهم شلستوا ويطيحوا في الاسوام ويضربوا في الاسوام، وثم حتى محاوله قانونيه عملها مجلس النواب السابق انهم باش ياطروهم ويدمجوهم ويعطيهم اجريغاسيون مالغري اللي هم ما عندهمش حتى النيفو سكولير. انت تتصور قانون اساسي يا قانون يهبط يقول لك بقطع النظر عن الفصل 102 من مجله الماليه يمكن تسويه، شو معناها بقطع النظر على الفصل؟ شنو اخي لعبه هي بقطع النظر؟ معناها يقول لك القانون الاساسي يقول لك عنده الحق باك بليستروا، انت تقول لي ما يسالش باك بارك يزي بصفه استثنائيه باش تسوي لهم وضعيتهم. معناها انا نجي نخدم طبيب، انا مانيش طبيب، نحل كابينيه نتاع طبيب 5 سنين، تجي الدوله تسكر هنا نعمل جريز نعمل اضراب ونقول لك خويا انا عندي 5 سنين نخدم طبيب سووا لي وضعيتي هكا، معناها هذا معقول؟ بتاع الحايل على القانون وباستغلال النفوذ وباستغلال مجلس النواب تعمل قانون على المقاس، ومعناها وسيتم اعلان في الايام القليله القادمه على نتيجه المناظره هذه اللي ما معناها وانت تحب تشوف اللي نيته هذوما برا امشي انت برا امشي الوكاله اللي تراقب قداش العدد نتاعهم هذوما معناتها؟ هو يحكي على اكثر من 70 وسيط ديواني وسيط ما عندوش الحد الادنى، ما عندهمش معناها باك ديستروا، فما اللي ما عندوش باك. احنا عاملين جرد وكشف وتدقيق في الناس اللي تخدم سنوات باش ندخلوا توا مناظره من غير كفاءه مع كفاءه مع كذا باش يصير تسويت وضعيه على خاطر عندهم اقدميه في معناها واكتشفنا بالوثائق هذه وبقرار نتاع مجلس النواب اللي بالرسمي كانت فضيحه. هذيك علاش قلنا اذا كان ما استمرت الدوله كما هي كما كانت عليه كنا باش نوصلوا انها باش توفى الدوله نهائيا، انك مجلس النواب تعمل قانون على المقاس، معناها نحكي على السابق طبعا، تعمل قانون على المقاس بتسوي وضعيه ويقولوا انه بعض انه يقولوا ثم نائب، انا ما عنديش المعلومه، يقولوا انه ثم نائب مستفيد مباشره من مجلس النواب السابق من القانون هذا. علاش مستفيد مباشره؟ وسيط هو؟ هو وسيط قال يقول معناها ما نحبش ندخل في الاسماء ما ينسمش من غير ما نذكر اسمه، معناتها هو نائب سابق هو وسيط، ما عندوش وسيط ديواني ما عندوش مستوى، معناتها تحب تقول لي هكا؟ ما عندوش مستوى والشركه نتاعو موجوده في القائمه المقبوله معناها في تسويه الوضعيه، معناها ثم خوار هذا اللي قانون الوسطاء الديوانيين وعندهم الوثائق وعندهم الاثباتات وتنجموا تتصلوا بهم وتسمعوا شيء من وراء العقل. على خاطر علاش؟ على خاطر ثم عباد مستقوية بنفوذها وبنوبياتها والى اخره الى اخره تعمل قوانينها على المقاس، وهذا هو اللي كنت هذا هو اللي كسرته 25 جويلية، ونحن فخورين انه 25 جويلية كسر نماذج الفساد هذه. سي حسام انتم دعيتوا الى اجراء تحوير وزاري جديد، امس صار تحوير وزاري، ثلاثه وزراء ثلاثه كتاب دو. تحوير وزاري امس ما صارش تحوير وزاري. امال شنو اللي صار؟ اللي صار امس هو سد شغورات في وزارات فرعه. انتم تحبوا تبدلوا معناتها كومبليتمون؟ نحن ما قلناش كومبليتمون، نحن قلنا انه راهو عمليه التقييم اللي معناها اللي عمل التقييم نقولوا نحن الظاهر انه راهو ثم وزارات الخدمه فيها ما كانتش في المستوى المأمول منه، قلنا راهو انه الحد الادنى انه تعمل مراجعه وتعمل مكافاه ومحاسبه، ثم وزراء نجحوا في الملفات معناها المكلفين بها وثم وزراء ما نجحوش. بنسبه قداش معناتها انتم كحراك اليوم تقيموا عدد الوزراء اللي نجحوا عدد الوزراء اللي ما نجحوش؟ ما احنا ماناش نقيموا، نحن الهدف نتاعنا راهو مش في الاشخاص، الهدف نتاعنا اذا كان اليوم دعيتوا الى التحوير ما تقيمتوا اداء بعض الوزراء كيفاش واحد ممكن نحن شوف انت اهبط للشارع تعرف شنو الوزارات اللي الخدمه ماهيش قاعده ماشيه، واسمع تشكيات من
من عمليه معناها انا احنا صباح قلنا انه راه مثلا روزات الماليه فيها خور، روزات الماليه يلزمها تفتح بابها امام الخبراء وتسمع ارائهم. وقلنا انه وسمينا ايضا قلنا انه راهو وزارة النقل يلزمها تقرب أكثر ويلزمها تحل الباب أكثر أمام معناها ملاحظات المواطنين. قلنا زاد أيضا قلنا في ما قلناه أيضا قلنا ونحن على فكرة مانيش نحن المخولين معناتها هذوما لازمهم يعملوا الحكايات اللي أنتم قلتوا عليهم أنهم يسمعوا أنهم يفتحوا أبوابهم ولا نبدلوا الوزراء معناتها حسب المقترح نتاعكم. نحن المقترح نتاعنا كان واضح أنه عملية تقييم تصير ويصير تحويل وزاري في تغيير في الوزارات مش يتشاوموها، كلامنا واضح سياسيا معناها ثم وزارات نحن قلنا انه الاداء نتاعهم كان مخيبا من الامان وغير مرجو وغير معناها مش ذاك المرجو منهم، ودعينا الى تغييرهم. وحاجه اخرى حبيت نضيفها اللي هي في نهايه المطاف ثم حاجه اسمها روح الاصلاح وروح اراده العمل، هذه مش موجوده في بعض الوزراء معناها فاقد الشيء اللي يعطي الانسان رغم اللي هو يحب يخدم لكن تكر حدود الامكانيات نتاعو. معناها هذا شنو لاحظنا قلنا له ثم نرى ضروره معناها تحويل الوزيري وثم سلطه هي تقرر ذلك، نحن اعطينا موقف سياسي وانها حريه القرار طبعا. واضح، شكرا جزيلا سيد حسام بن احمد من عام مساعد حركه 25 جويلة، شكرا على كل هذه التوضيحات وعلى كل بعض الاسئله اللي طرحت اليوم وبعض الندوه الصحفيه اللي قمتم بها، شكرا لك، يعطيك الف صحه.